الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب صلصال، ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، ثم غذاه في أول نشوئه بلبن استصفاه من بين فرد ودم وسائغ كالماء الزلال، ثم حماه بما أعطاه من طيبات رزق أن دواعي الضعف والانحلال، ثم افترض عليه طلب القوت الحلال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الهادي من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير أصحابه وخير آل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال عليه الصلاة والسلام: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام: من باع عيبا لم ينبه عليه لم يزل في مقت الله، أو لم تصل الملائكة تلعنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع يرضين. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تنازشوا ولا تسروا الإبل والغنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحمد لله، الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأصحابه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياة عثمان، وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحملة وصل الله وصل رسوله. اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنهم وعنهما وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم قردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضه فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.